بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم التراكيب الجيولوجية بالصف الثامن علوم مدارس الوطن العربي. بالبداية كنا بنعرف انه احنا عم نعيش فيه على القشرة الارضية، وانه هاي القشرة بتتكون من عدة طبقات صخرية. طبعا هاي الطبقات الصخرية بتختلف بانواعها والمكونات المعدنية باشكالها. هاي الطبقات الصخرية بتتأثر لعدة مؤثرات وقوى خارجية، سواء كانت بشرية او طبيعية. هاي كلها بتسهم بتشكيل او تغيير شكل معالم سطح الارض. طبعا لو بدي اطلع على كتابي الموجود عندنا، الصورة الموجودة عندي صفحة 96، بلاحظ انه عندي الطبقات الصخرية صار لها عملية التواء او التفاف باتجاه معين. نفس الشيء عندنا بالصورة الثانية، بلاحظ الطبقات الصخرية برضو صار لها عملية التواء او طي على شكل حرف في. طبعا هدول الاشكال الصخرية الموجودة عندنا بيشكلونا مركز جذب للسياح حتى يستمتعوا باشكالها جميلة وغيرها. طبعا لو بدي اعرف شو الشكل الوضع الطبيعي للطبقات الصخرية، لازم يكون موجود شكله نفس اللي عندي بالكتاب. هون عندي طبقات صخرية متوازنة، يعني بتصير عنا ترسيب للطبقة اللي خلينا نحكي بالأسفل، طبعا نتيجة عدة عوامل أو عدة عمليات زي التجوية وتعري وغيرها. بعديها بتيجي طبقة تانية بتترسب، وطبقة ثالثة ورابعة وغيرها من الطبقات فوق بعضها البعض. هذا الوضع الطبيعي. ولكن زي ما حكينا، عوامل بشرية مثلا مثل خلينا نحكي انفجار القنابل أو انهيار السدود، أو عوامل طبيعية زي الزلازل والبراكين وغيرها، هذا كله بيسهم بتغيير شكل معالم هذه الطبقات، بيقلبها من الوضع الطبيعي بشكل أفقي للوضع الموجود عندنا بكتابنا صفحة 97. عندي هون بالصورة، هون عندي طبقات صار لها عملية كسر، زي ما احنا شايفين صار عملية كسر. هون الطبقة الثانية صار لها عملية التواء، زي ما احنا شايفين كيف الطبقة صار لها عملية التفاف او التواء، او صار لها عملية قلب في تكوينها او في شكلها. طبعا شو السبب وليش شو تأثر عليه؟ طبعا رح نحكي. البداية قبل هذا كله لازم نعرف شو يعني كلمة تراكيب جيولوجية. بقدر احكي انه التراكيب الجيولوجية هي الأشكال المشوهة التي تتخذها الصخور نتيجة تعرضها لقوة مؤثرة. وحكينا شو نوع هاي القوة، سواء بشرية أو طبيعية. تمام. طبعا في بعض الصخور تتأثر بتعطينا شكل الصدع، وفي بعض الصخور بتتأثر بتعطينا شكل الطية. طب شو السبب الرئيسي اللي بيفرق باستجابة الصخور وتعطينا شكلين مختلفين؟ طبعا الاستجابة بتتم على شكل يا إما صدوع يا إما على شكل طيات. طبعا كل هذا بيفرق طبعا نتيجة عدة عوامل، هم أول عامل التركيب المعدني للصخور. يعني إذا كانت هذه الصخور بتتكون من خلينا نحكي مكونات أو من معادن ثقيلة أو مثل الحديد والألمنيوم وغيرها، هل تستجيب بسرعة أو لا، أو من معادن هشة زي البوتاس وغيرها والسيليكون وغيرها من المكونات. تاني سبب رئيسي كمان عندنا درجة الحرارة، برضو هذا العامل بيأثر في استجابة الصخور إنها تعطينا صدع أو طية. طيب بالبداية لازم نعرف شو يعني صدع. فأنا لو بدي أجي أطلع على كتابي صفحة 98، بلاحظ عندي الشكل موجود هون، بلاحظ كلمة صدع يعني صار عندي عملية، في عندي كسر، كسر للطبقة الصخرية. بالوضع الطبيعي بتكون ملاصقة لبعضها البعض، ولكن نتيجة تعرضها لقوة خارجية أدى، بلاحظ انه هون عندي صار عندي الكسر. طيب عندي نوعين، هلا الكتلة الصخرية انقسمت لجدارين او كتلتين صخريتين، هم الجدار المعلق والجدار القدم. شو الفرق بيناتهم؟ الجدار القدم اللي احنا شايفينه هون هو عبارة عن كتلة صخرية تقع اسفل مستوى الصدع. يعني لو مثلا بدي، هاي عندي مستوى الصدع زي ما احنا شايفينه بدرجة الميلان الموجودة عندنا، هو اسفله، فاذا هذا بسميه جدار القدم. بينما الجدار المعلق هو عبارة عن نفس الكتلة، كتلة صخرية، ولكن موجودة فوق مستوى سطح أو مستوى الصدع. إذا الأسفل المستوى بسميه جدار القدم، بينما أعلى أو على الجانب الآخر من المستوى الصدع بسميه الجدار المعلق. هذا بالنسبة لجسم الصدع. طيب هل عندي أنواع من الصدوع؟ نعم عندي أنواع من الصدوع، طبعا بيتم تصنيفها اعتمادا على اتجاه حركة الكتل
الصخرية بالنسبة لبعضها البعض. كيف يعني؟ عندي أول مثال أو أول نوع من أنواع الصدوع موجود عندي، الصدع العادي. شو يعني الصدع العادي؟ أنا لو بدي أجي أرسم الصدع مثلا على سبيل المثال، هاي عنا صار عندي طبقات أو كتل صخرية صار لها عملية انزلاق، تمام؟ هذا هو عبارة، هاي الحركة هون للأعلى وهون للأسفل. طبعا هذا الجزء أو هذا الكسر بسميه مستوى الصدع، لأنه صار عملية الكسر عنده. طيب كيف بدي أميز، خلينا نحكي، الجدار المعلق من جدار القدم؟ زي ما حكينا هاي مستوى الصدع موجود عندي بنفس درجة الميلان، حكينا الجدار الموجود أسفل مستوى الصدع اللي عندي هون بسميه الجدار القدم. إذن هون جدار قدم لأنه أسفل مستوى الصدع، وأعلى مستوى الصدع اللي موجود عندي هون بسميه جدار معلق. بس لما تكون عندي الحركة إنه جدار المعلق ينزل لأسفل والجدار القدم يطلع لأعلى، يعني الجدار المعلق رح يكون أسفل بالنسبة لجدار القدم، فساعتها بسميه صدع عادي. الصدع العادي حركة المعلق لأسفل بينما القدم لأعلى. طب شو أهمية هاي الحركة؟ طبعا بنتج عنها زيادة في طول القشرة الأرضية، يعني بصير زيادة في مساحة القشرة الأرضية. طبعا نطلع كتابنا الموجود، الصورة الموجودة صفحة 99، بلاحظ نفس ما حكينا عندنا هاي جدار المعلق وجدار القدم، المعلق نزل لأسفل بينما القدم لأعلى، طبعا هون بصير ساعتها صدع عادي. أما بالنسبة لتاني نوع من أنواع الصدوع عندنا الصدع العكسي. شو يعني الصدع العكسي؟ لو بدي أجي أمثله، طبعا الصدع العكسي رح يكون عكس الصدع العادي. فعلى سبيل المثال عندنا كتلة صخرية وعندنا الكتلة صخرية الثانية. طبعا أول إشي لازم أحدد مستوى الصدع، طبعا هو اللي صار عنده الشق أو صار عنده الكسر، هون مستوى الصدع. بلاحظ إنه لما أمثل مستوى الصدع، طبعا حكينا الكتلة الصخرية اللي بتكون أسفل مستوى الصدع اللي هون، يعني بتكون أسفله، بسميها جدار القدم، وأعلى مستوى الصدع بسميه جدار معلق. طيب بلاحظ انه عندي هون حركة الجدار المعلق للأعلى والجدار القدم للأسفل، بهاي الحالة بسميه صدع عكسي. ليش عكسي؟ لأنه عكس الصدع العادي، بالعادي كان المعلق لأسفل والقدم لأعلى، هنا بالعكس المعلق لأعلى والجدار القدم لأسفل، ساعتها بسميه صدع عكسي. طب شو أهميته أو إيش بينتج عنه؟ طبعا هون عكس الصدع العادي رح يكون عندنا نقصان في طول القشرة الأرضية، يعني حصير عندي مناطق فيها خصب ومناطق فيها قلة في طول القشرة الأرضية. هاد بالنسبة لثاني نوع من أنواع الصدوع. أما بالنسبة لثالث نوع من أنواع الصدوع في عنا الصدع الجانبي. شو يعني كلمة صدع جانبي؟ صدع الجانبي بما أنه بنحكي عن جانبي، يعني الحركة رح تكون جانبية، يعني لا أعلى ولا لأسفل زي صدع العادي والعكسي. فيعني لو صار عندي، حكينا عنا كتلتين صخريتين زي ما احنا شايفينهم، التنتين بنفس المستوى، يعني ما في عنا واحدة للأعلى واحدة للأسفل، طبعا بس بيصير لها حركة جانبية، يعني واحدة للشمال واحدة للجنوب. طبعا هون بهاي الوضع أو بهاي الحالة ما بقدر أميز بين جدار القدم أو جدار المعلق، ونفس الوقت ما بيصير عندي لا زيادة ولا نقصان في طول القشرة الأرضية، في هاي الحالة إذن بسميه صدع جانبي. طبعا قبل حكينا عن الصدوع، هلا بدنا نحكي عن الطياب. حكينا بالبداية إنه بتختلف استجابة الصخور عن بعضها البعض حسب نوع القوة اللي بتأثر فيها وحسب نوع الصخر. فلما أحكي أنا طية، يعني هو نوع من أنواع التراكيب الجيولوجية، ولكن بيحدث نتيجة تعرض الصخور الهشة أو اللدنة زي الصخور الطينية لهاي القوى. طبعا هاي الصخور الطينية ما بتنكسر لأنها لدنة أو خلينا نحكي ضعيفة، فبالتالي بدل ما تنكسر بصير لها عملية انثناء أو التواء. لو بدي أرسم شو يعني طية، عندي مثلا عندي الموجود الشكل هون، هاي هي الطية. طبعا الطية بتتكون من عدة أجزاء ومن عدة مكونات. أول إشي رح يكون عندي مفصل الطية. شو المقصود مفصل الطية؟ هو عبارة، هون عندي مفصل الطية، هو عبارة عن خط وهمي. هذا الخط الوهمي بيكون طبعا مش موجود على أرض الواقع، ولكن لما نرسم مجسم أو شكل الطية نقدر نحدده، بيكون على قمة سطح الطية.
أما بالنسبة لجناحي طي هم خلينا نحكي الطبقات الصخرية الموجودة على الجنب، هم هاد بسميه جناح أو جناحي الطي، تمام؟ هم الكتل الصخرية الموجودة على جوانب الطي. أما بالنسبة لنحكي عن المستوى المحوري، فأنا لو بدي أحط مستوى بيقع بنصف أو منتصف الطية، طبعا هو مستوى برضو وهمي ما بقدر يعني غير موجود على أرض الواقع، ولكن بفصل لي الطية لجزئين أو لجناحين، جناح الأول والجناح الثاني، هذا بسميه مستوى محوري. أما رابع جزء أو رابع مكون من مكونات أجزاء الطية عندي ما يعرف بمحور الطية. محور الطية هو الخط الوهمي اللي بيكون موجود بمنتصف الطية، وبيكون عنده طبعا بصير عملية الطي عند هذا الخط. إذا أجزاء الطية طبعا زي ما احنا شايفينهم بكتابنا الموجود عندنا صفحة 101، عندنا أول إشي مفصل الطية زي ما احنا شايفين، هاي مفصل طية موجود خط وهمي على قمة الطية. ثاني إشي عندنا جناحي الطية هم اللي بيجوا على الجوانب. ثالث إشي عندنا المستوى المحوري، حكينا هو مستوى طبعا بفصل لي طي لجزئين، جزء جانبي على اليمين وجزء على اليسار. واخر إشي عندنا إشي ما يعرف بمحور الطي، هو الخط اللي بفصل لي الطي وبصير عنده عملية الطي. برضو عندنا زي ما حكينا انه الصدوع إلها انواع، ايضا الطيات إلها انواع. عندنا اول نوع من انواع الطيات واحد الطيات المحدبة. كلمة طية أو طيات محدبة هي الطيات اللي بصير لها عملية تقوس للأعلى، يعني زي رسمناه الشكل الأبل، يعني على الحرف 8 هو عبارة عن تقوس ولكن بيكون موجود في الأعلى. طبعا شو بيميز الطيات المحدبة؟ طبعا إنه الجناحين زي ما إحنا شايفين الجناحين بيميلوا بعاد عن بعض، مش حكينا إنه هم الكتلتين صخريتين على الجوانب بسميهم جناحي الطية، فلما يكونوا بعيدين عن بعض عن المحور أو خلينا نحكي عن المستوى المحوري فبساعتها بسميهم الطيات المحدبة. طبعا هون بتكون موجود أقدم الطبقات الصخرية، إذا الطبقات الصخرية في الوسط بتكون هي أقدم، في المركز هي أقدم الطبقات والأحدث اللي بتكون على الجوانب، هذا بالنسبة للطيات المحدبة. أما بالنسبة تاني نوع الطيات المقعرة، شو يعني طيات مقعرة؟ هي طبعا عكس الطية المحدبة، بدل بتكون طبعا مقعرة يعني بتكون التقوس فيها طبقات للأسفل زي ما حكينا، بتكون على شكل رقم 7، بيكون عندنا هون بتميل الجناحين بميلوا باتجاه المحور أو المستوى المحوري عندنا، بتكون أحدث هون أحدث عكسها، بتكون أحدث الطبقات في المركز، بتكون أحدث الطبقات في المركز. لو بدي أجي أطلع على كتابي موجود عندي صفحة 102، بلاحظ عندي طي المحدب زي ما احنا حكينا بيكون تقوس للأسفل، أما الطي المقعرة بيكون فيها التقوس للأعلى، تمام؟ طيب نحل سؤال موجود عندنا تقويم والتأمل، موجود عندنا كتاب صفحة 103. السؤال بيحكي لنا وضح هالشكل أو يوضح الشكل 7×14 صدعا، ادرسه جيدا ثم أجب عن الأسئلة التي تلي. عندي صدع، طبعا هذا الصدع بيطالب مني بألف ماذا يمثل رمز سين وباء ماذا يمثل رمز صاد. طبعا قبل هذا كله لازم أعرف مستوى الصدع، هاي عندي مستوى الصدع، تمام؟ فحكينا إحنا إنه لما يكون الجدار اللي بيكون أسفل مستوى الصدع بسميه الجدار المعلق، إذا هي مستوى الصدع فرح يكون أسفله سين زي ما احنا شايفينه، إذا سين رح يكون هو عبارة عن جدار معلق، أما أعلى مستوى الصدع اللي هو صاد رح يكون جدار قدم، إذا سين جدار معلق وصاد جدار قدم. طالب عندي في جيم، طالب عندي ما نوع الصدع الموضح في الرسم ولماذا؟ طبعا شو نوعه؟ بما اني عم بحكي انه جدار القدم اعلى من جدار المعلق، اذا رح يكون عندي صدع عادي، ليش؟ لانه حركة الجدار المعلق للاسفل بالنسبة لمين؟ للجدار القدم، تمام.
عنا السؤال الثاني بحكينا ادرس الشكل 7-15 جيدا ثم اجب عن الاسئلة التي تلي. طبعا عنده هون اشي طبيعي مبين انه طي. طبعا هاي الطي شو طالب مني؟ الف ماذا يمثل الشكل؟ طبعا عندي طي، هل هي محدبة ولا مقعرة؟ طبعا من الشكل بما انه بنحكي التقوس فيها رح يكون للاعلى، التقوس فيها لاعلى، فاذا رح تكون طي محدبة. طي محدبة. ماذا تمثل رموز سين صاد عين على الشكل؟ نبلش. عنا الرمز سين، سين شو بيمثل؟ طبعا زي الشكل اللي قبل حكينا رح يكون عبارة عن مفصل الطية، وصاد رح يكون عبارة عن جناح الطية، وعين رح يكون محور الطية. جيم أين توجد أقدم الطبقات ولماذا؟ طبعا بما أن عم بحكي عن طي محدبة رح توجد أقدم الطبقات في المركز. ليش؟ لأنها طي محدبة، إذا رح توجد في مركز الطي. وليش؟ لأنها طي محدبة. وبهيك ختمنا درسنا، عرفنا شو يعني الصدع وأنواعه، وشو يعني الطيات وأنواعها. يعطيكم العافية.